بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. هذه القصة الحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين هرقل لما ذهب أبا سفيان معه جماعة من قريش إلى الشام فدعاهم، وهذا بعد أن وصل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه فيها إلى الإسلام. هذا الحوار الذي فيه شهادة لعظيم من عظماء الروم، وهي كانت تعتبر أعلى وأعظم دولة في ذلك الوقت، وأيضا فيها شهادة زعيم من زعماء قريش أبا سفيان صخر بن حرب لهذا الإسلام. وهذا كله ما سنعرفه من خلال قراءتنا لهذا الحوار. أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إلى، وهرقل ملك الروم ولقبه قيصر، أرسل إليه في ركب من قريش. ركب جمع راكب كصحب وصاحب، وهم أولو الإبل العشرة فما فوقها، يعني جماعة من الناس عشرة فما فوقها يسمون ركبا. كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. الصلح المدة التي توقفت فيها الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش بالصلح الذي حصل بينهم في صلح الحديبية، فتوقفت المعركة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش بحسب الاتفاق الذي كان بين الطرفين. فأتوه وهم بإيليا. إيليا هذه منطقة في الشام، وكان ملك الروم هناك في ذلك الوقت. فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم فدعا بالترجمان. أولا جاء بهم إليه في المجلس، ثم قربهم منه ودعا بالمترجم الذي يترجم لغتهم إلى لغته، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم. وإنما سأل عن أقربهم نسبا لأنه أحرى بأن يطلع على أموره ظاهرها وباطنها، وكذلك إذا لم يكن قريبا في النسب ولم يكن أقربهم نسبا يحتمل أن يتهمه بالكذب وأن يطعن في نسبه ونحو ذلك. فقلت أنا أقربهم، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. جعل أبا سفيان متقدما وجعل أصحابه خلفه، خلف أبا سفيان. ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، يعني إذا قال قولا مخالفا وكذب فيه فبينوا ذلك وأنه كاذب في قوله وادعائه. يقول أبو سفيان فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، يعني خوفا وحياء من أن ينقلوا علي عني الكذب ويقول أبا سفيان كاذب لكذبت عليه، أي أن الكذب صفة مذمومة عندهم عند الكفار. وهكذا جاء الإسلام ليبين أن خلق الكذب خلق سيء، وأن المؤمن لا يكون كاذبا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم. انظروا إلى وصف أبا سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم وكلامه فيه، وكان صادقا في كلامه ولم يكذب. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، قلت لا. قال هل كان من آبائه من ملك، قلت لا.
قال فأشراف الناس اتبعوهم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه أي كراهية لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، بل كانوا يصفونه بالصادق الأمين. قال فهل يغدر، هل ينقض العهد والميثاق؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. هو لم يستطع أن يكذب وأن يقول قولا سيئا في النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينقل عنه أنه يكذب وأنه يقول قولا غير صحيح وغير صادق فيه، لكنه عندما قال له هل تتهمونه بالكذب، نعم هل يغدر، قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، أي في هذه المدة، يعني لعله يغدر. هو يعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينقض العهد ولن يغدر، ولكنه استطاع أن يأتي بهذه الكلمة التي يشكك فيها بثقة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم وفائه بالعهد والميثاق. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، أي مرة أنتصر عليه مرة ينتصر علينا، وهذا معنى كلمة سجال. قال فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلح. فقال للترجمان قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، الإيمان حينما يخالط نور الإيمان وعظمة الإيمان القلب فإنه لا يخرج منه، وسألتك هل يغدر فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان، انظر بعد أن ذكر هذه الصفات سواء فيما يتعلق بالبعد الديني أو البعد ماذا نقول، البعد الديني أم البعد الأخلاقي والقيمي المعروف عندهم في ذلك الوقت، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، هكذا يقول هرقل العظيم الروم، وقد كنت أعلم أنه خاري بحسب ما قرأه واطلع عليه في الكتب السماوية قبله، قال لم أكن أظن أنه منكم، أنا أعلم أنه سيخرج نبي ولكن لم أكن أعرف وأظن أنه سيكون منكم أيها العرب، فلو أعلم أني أخلص إليه أي أصل إليه لتجشمت لقاءه أي لتكلفت الوصول إليه، لو أعلم أني سأصل إليه
لتكلفت الوصول إليه، هو يعلم أنه لن يصل، لأنه إذا أراد ذلك سيقتل. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. هذا رسول الله، هذا محمد، هذا لرب العالمين رسول. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. ماذا كان في هذا الكتاب؟ وبماذا انتهت هذه القصة؟ وعندما قرأ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان رده؟ وماذا كان رد من حوله من عظماء الروم؟ هذا إن شاء الله ما سنقرأه وندرسه في لقاء آخر. وفي الأخير نقول: إذا ما شئت في الدارين أن تسعد وفي أوج العلا ترقى وتصعد وتعطى الفوز والملك المؤبد، فأكثر بالصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.